ماتوا زي اللي ماتوا في العبارة، وقعت عليهم صخرة في الدويقة نتيجة واحدة، ماتوا. انت ايه يا ابني؟ فاكر نفسك في برنامج تلفزيوني وطالبة معاك تمثيل وعياط ودموع وحاجات كده ولا ايه؟ ايه الدليل ان الدكتور زايد ليه علاقة بكل الهرتلة اللي انت بتقولها دي؟ ايه السؤال الغريب ده يا حازم؟ استني بس يا علي، استني بس. ايه الدليل يا عماد؟ رد. الدليل في المحاكمة بتاعت خليل ومجدي، واللي انا شفته بعيني. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ الدكتور زايد بيطمنكم، الرجاله اللي وراه هيطلعوكم القضيه بشرط ما تجيبوش سيره الدكتور في القضيه نهائي، لا من القريب ولا من بعيد. بقى ممدوح السواق هو اللي راح وقال الكلام ده؟ انت كذاب كذاب. قلت لك انا مش كذاب، هو ده اللي حصل. وهما خليل ومجدي سوزك يعني عشان اي حد يقول لهم اي كلام يقوموا مصدقينه زي الهبل كده؟ يا ابني هو انت جاي تستهبل علينا؟ ما كانش قدامهم حل تاني، مفيش اي دليل على زايد، ودخول القضيه مش هيبرأ اي حد فيهم، مش هيبرأ حد فيهم، فتمسكوا باخر امل، ما قدامهمش اي حاجه تانيه. يا سلام. طب ولما الجهاز بقى مع الملف ده أمال ليه ما قدموش القضاء؟ أمال القضية اتكشفت إزاي؟ أقول أنت إزاي؟ اللي ما اتكشفش بس هو دور زايد في القضية. إشمعنى يعني؟ بص بقى، أنا مطولة بالي عليك عشان أعرف آخر كدك ده إيه. ما قلتلك مش بكدب. زايد كان مشارك أهل البيت، وكانوا مقسمين معاه في السبوبة دي، ولما اختلفوا مع بعض اضطروا ان هما يضحوا بيه زي اي خروف. اخرس انت الخروف. زي كان مشارك غريب بيه الحناط اللي مرمي في طوره دلوقتي، ومش بعيد كمان هو اللي يكون حاول يقتله. مش ده اللي انت كنت عايز تعرفيه؟ انت عرفتيه. ومش بعيد كمان هو اللي يكون حاول يقتلك، لان بتعرف كتير قوي ما يصحش تعرفه يا حضره الباشا. مش ده اللي انت كنت عايز تسمعه؟ اديك سمعته. مالك؟ مالك يا ابني؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا ابني في ايه؟